عليكم. اليوم رح نحضر مع بعض عيش سرايا بالجبنة وخبز التوست. وصفة كتير سهلة وما بتاخد معنا وقت، ان شاء الله بتحبوها وتجربوها. خلونا نشوف مع بعض المقادير. لتحضير عيش سرايا هنحتاج خبز توست حسب الرغبة، جبنة عكاوي، شدار كرافت، اي نوع متوفر عندكم، ربع كوب حليب، زبدة، وللقطر هنحتاج 2 كوب سكر، كوب مي، عصرة ليمون، معلقة ماء ورد، وللتزيين فستق حلبي. اول شي هنبلش بالقطر او الشيرة، هنحط السكر والمي وعصرة الليمون وماء الورد، وهنحطه على نار هادية من 7 لـ10 دقايق لغاية ما يصير معنا بهذا الشكل. هنطفي عليه النار وهنتركه على جانب ليبرد. هنجيب خبز التوست ونقطع اطرافه بالسكين، الاطراف البنية هنتخلص منها، وهناخد بس الجزء الابيض منه. ممكن تستفيدوا من الاطراف البنية، تحمصوها بالفرن وتطحنوها وتستخدموها بقصمان. الصينية اللي هنخبز فيها هندهنها بالزبدة، بعدين هنغمس قطع التوست البيضة بالزبدة، وبعدين هنرصها في صينية. هنجيب الجبنة ونوزعها على طبقة التوست. طبعا الجبنة اللي استخدمتها هي الكرافت، ممكن تستخدموا الكرافت، الموزاريلا، الشيدار، ممكن تستخدموا العكاوية، بس تكونوا نقعينها من قبل بيوم حتى تتخلصوا من الملوحة. بعدين هنجيب خبز التوست ونغطي الجبنة. هندوب حليب في فنجان في ربع كاسة ماي، ونسكبها على التوست ونضغط عليها شوي. بعدين هندخلها على فرن محمى بصبة على درجة حرارة 200 درجة لحتى يتحمر وجهها. بعدين هنطلعها ونسكب عليها القطرة والشيرة اللي حضرناها قبل، نزينها بالفستق الحلبي. قدموها سخنة وصحتين وعافية. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. لا تنسوا تعملوا لايك للوصفة وتشتركوا في قناتي افنان كيتشن. استنوني بالفيديو الجاي. مع السلامة.